بداية بالفعل من القاهرة، حيث استقبل الرئيس حسني مبارك صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء الأردني المهندس نادر الذهبي. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا العربية في مقدمتها سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ووقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية وكذلك تطورات عملية المصالحة الفلسطينية. كما تناولت المقابلة مناقشة مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، إضافة إلى بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية.